تعليق بسيط ونروح حق الفاصل. يمكن قبل يومين او يوم الاحد انا ماني عارف ليش الاخوان الهلاليه زعلانين بصراحه، ماني عارف يعني دخلوني والله سوالف فلوس، ودخلوا موضوع ضد السعوديه، ودخلوا امر سياسي، ودخلوا كل شيء. ما اول مره تشوفون واحد يقول ان الفريق اللي قدامكم انظلم. ما يصير يا اخوان، يعني لو انا قايل عن الاهلي انظلم امام فريق اخر غير الهلال راح اصير بطل يعني قومي مثلا ولا شنو؟ الفريق انظلم قدام الهلال وقلنا انه انظلم، يمكن نكون على خطا، يمكن نكون مو محقين في هذه الجمله. لكن انا امانه خل اشكر اول شيء كل الاخوان اللي تفاعلوا مع هذا الموضوع ودافعوا عني، يمكن وهذا امر يعني لو بشكرهم واحد واحد صراحه بكون مقصر لانه ما شاء الله عدد كبير. لكن انا عتبي يعني مثلا انا ترى ما ابي اذكر كل الاخوان، لكن مثال لان هذا رجل اعلامي يعني اخونا محمد البكيري يعني حط صورتي وقال مقدم برنامج كويتي يتعامل مرارا مع شان الرياض السعودي على طريقة المثل، قال ما عرفت تكنس بيتها راحت تكنس بيت الجيران. يعني هذا مثل يطلع من اعلامي. انت خم بيتك اول بعد خم بيت الجيران. يعني يا اخوي محمد اول شيء اذا تقصد التكنيس يعني كخم مثل ما قال ابو علي، هذه مهنة وما اعتقد مهنة عيب، يعني بالعكس هذه مهنة شريفة الواحد يكسب منها يعني لقمة عيش بالحلال بدون ما يكون بوق إعلامي وياخذ فلوس. أعتقد أنك تخم أشرف من أنك تاخذ فلوس وتصير بوق، ولا كلامي خطأ؟ هذا واحد. اثنين، إذا بخم بيت الجيران والأخوان في السعودية، ترى عشان تكون بالصورة يعني موقف بيوت المملكة اللي فتحت لنا أثناء الغزو وخلونا ناكل فيها وننام فيها ونشرب فيها ونتعشى فيها ونتغدى ونعيش، ترى أقل شيء نسوي يمكن حق هالبيوت، بيوت مو بس أخواننا في المملكة، بيوت الخليج اللي فتحت حق أهل الكويت، لو أنا شخصيا لو بخمها بالعكس هذا أقل شيء نقدمه يمكن حق هالبيوت، بيوت أشقائنا في المملكة أو في الخليج اللي فتحت لنا في الغزو، وهذا يمكن رد جميل بسيط نقدمه حق هالناس اللي فتحت بيوتها لنا. وفي ناس يمكن طلعوا من بيوتهم راحوا قعدوا عند اهاليهم وفي مدن ثانيه عشان يقعدون اهل الكويت. فاعتقد هذا ما يعتبر عيب بالنسبه لي، انا اتكلم لي انا كشخصي يعني. وبس هذا ردي عليك يا